قسما بالله انا كنت فكرت كيفاش عمل لي حق لا اله الا الله الى قلبي كيحرقني. قال لي لا ما غتسلكنيش هذا الثمن اللي عطيتي انتينا. قلت له عرفتي الحبيب ما كنتيش تجي مورايا لان انت قبلتي وردني البلاصه اللي كنت او وصلني. نقاز كيجري فتح لي الباب جبدني من رجلي ومن عنقي. رجلي حسيت به تعوج لي معاه تقلطي مع الباب. حق الله العظيم مع الباب والله العظيم حسيت بواحد الحريق وواحد الالم غريب. عملت لي غيم تبين بان رجلي ما فيه ما يتشاف. هذه كنعتبرها هنا ماشي اعتداء راه اهانه بالدرجه الاولى. يعني في عمري 51 عام وقرني ما حشم مني ما حتى شي حاجه وغنتابعه واخا يجي اللي يجي يقول لي اسمح له والله ما غنسمح له لان تكرفص عليا وهني. عمر شي واحد ما زب حتى السب عمر شي واحد ما سب فيا. زعما لي هاد الفضيحه هادي في رجلي هو حسبي الله ونعم الوكيل. انا عبد اللطيف بولعيش في عمري 51 سنه متزوج واب لي ولد وبنت. اش نقول لكم القصه ديالي في هذه القضيه هذه انا بيدي لي حد ما بغاتش تدخل لي في الدماغ ديالي وما فهمتهاش كيفاش وقعت لي. شفت واحد التطبيق في يعني في المواقع التواصل الاجتماعي لواحد الشركه كتعمل بان يعني بحال شكل ديك الطاكسيات وديك الشيء كتهز الناس تطلبهم في ديك التطبيق كيجيو يهزوك. وسبق لي كنت عملت لهم اشهار في الفيسبوك لان ركبت معاهم وشفت ديك الناس يعني بعض منهم ناس طيبين صراحه الله ما نقولوش كاملين انهم ما كيصلحوش او لا شي حاجه. ركبت معاهم ومشيت معاهم ويعني يعني ديك البروغرام كتدخل له كتقترح هما كيقولوا لك تقترح المبلغ ديال الرحله اللي غتقوم بها الى غير ذلك وفي نفس الوقت ديك ساعتك كتحدد الموقع. نهار الجمعة بالضبط كان الام ديالي مسافر وباش نوضح للناس بان انا الحمد لله عندي السياره ديالي ولكن مادام ان الام ديالي كان مسافر بالسياره اضطريت انني نستعمل هذا التطبيق هذا. كنت في الرياض ديال كاستيه طلبت يعني بان خصني نمشي لواحد المنطقه اللي هي عشابه وعملت المبلغ اللي غادي نمشي به. دخلوا عليا واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي هما السائقين يعني وافقوا على ديك المبلغ ووافقوا على التراجل اللي غادي نعمل. انا تكيت على اول واحد اللي شفتو قريب ليلي تكيت عليه بالفعل جوج دقائق ماشي مكموله كان معايا واقف. ركبت معاه السياره داسيا كحله مشينا في الطريق واحد 200 متر بالضبط بالضبط يعني فوتنا ديال سميتو هذيك سميتو شارع الرشيد مع لا فيز تكنيك ديال السروق بواحد شي حاجه. تما قال لي اخي نسحب لي غتوصل غير 20 غشت. واش انا شبار تاكسي من كاستيا 20 غشت؟ قلت له انا قلت لك عشابه. قال لي لا ما غتسلكنيش هذا الثمن اللي عطيتي انتينا. قلت له عرفتي الحبيب ما كنتيش تجي مورايا لان انت قبلتي وردني البلاصه اللي كنت او لو وصلني. سيت شاف فيها اذا بواحد سميتو قال لي ما غنوصلك ما غادي نرجعك انزل هنايا. قلت له انا ما غنزلش من حقي لان علاش تجي مورايا وعلاش تقبل. السيد ما ظنيتش فيه انه غيغدرني او لا شي حاجه. شبر اليمين نقاز كيجري فتح لي الباب جبدني من رجلي ومن عنقي بواحد عنف يعني واخا انا تبارك الله غليت وديك الشيء ما عرفتش كيفاش عمل لي شلطني لان غدرني لا جبدني بواحد العنف. رجلي حسيت به تعوج لي معاه تقلطي مع الباب. حق الله العظيم مع الباب والله العظيم حسيت بواحد الحريق وواحد الالم غريب. وشبرني وسيبني في الارض هيدا حاجه بحال اللي كيسيب شي حيوان ولا حيوان ما تملوش هيدا. وهبطني على ديك الرجل نيت عاود سيبني مي بغيت نوقف هيدا هو هرب مي بغيت نوقف كنجبر رجلي رجعنا تجي هيدا تعوج لي. بقيت ديك الساعات ما جبرت كيفاش نو هذا وانا عاود طحت على طاري. بقيت كنغوت بالحريق تجمعوا لي الناس واحد السيد مسكين الله يجازيه بخير بقى شابر اللي في يدي هيدا ومكاليني برجلو. استدعيت يعني لامبيلونس جات مورايا مشاو داوني سميتو الكلينيك. عملت لي غيم تبين بان رجلي ما فيه ما يتشاف. تقطعوا لي سميتو العصبات شي ثلاثة ولا أربعة شي أربعة وعاد الركبة الممشى منه ما نكذبش عليك. غدرني واحد الغدرة وواحد الاعتداء عنيف ودابا حاليا واقف على عملية مكلفة جدا. الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي عطبني خلاني بالخدمة وتكرفس عليا وهني. دابا كنت فكرت صور سي قسما بالله انا كنت فكرت كيفاش عمل لي حق لا اله الا الله الى قلبي كيحرقني. علاش؟
ما فهمتش، ما وقرني لا راجل كبير لا شايب قد ما انت واخا ما نقولوش قد بابك، حنا كنحشموا كاع نعلي راسنا عينا في واحد اخر كبير ديتيني تعمل لي بديك العنف هذاك راه صعيب قسما بالله. وما تواصلوا معايا حتى شي حاجه، شي واحد قال لهم عاد اليوم هضروا معايا في الميسنجر كيتاسفوا كذا وحنا غنعملوا اجراءات وكذا وكذا، شي واحد منهم غيعيط الى غير ذلك فهمتي. انا شوف انا نقول واحد الحضره، انا والله ما ضد هذا التطبيق بالعكس مكرهناش، كيف ما قلت قبيله شي واحد اذاعه الراديو قلت لهم حنا مكرهناش هاد المسائل هذه تكون كاينه في اوروبا تكون مقننه، حنا ما كنحرموا الطرد الخروج حتى شي واحد، لان كاين شي وحدين شي ناس مراضين الله يهديهم في التعليقات كيبداو يقولوا بان انا كنحارب هذا الشيء هذا او هذا الشيء مفبرك او هذا كيكذب، كل واحد ما خلاو ما قالوا عليا ما كيهمنيش ديك الشيء هذاك، انا اقسم بالله الذي لا رب سواه الى ضد ان نقطع الارزاق شي واحد اخر او نتعدى عليه، بالعكس حنا دائما كنسعوا للخير واللي كيظن فينا السوء ربي غيخلصوا. انا السيد هذا تعدى عليا وغنتابعه، واخا يجي اللي يجي يقول لي اسمح له والله ما غنسمح له، لان تكرفص عليا وهني عمر شي واحد ما زب حتى السب، عمر شي واحد ما سب فيا تعمل لي هاد الفضيحه هادي في رجلي، ايوا حسبي الله ونعم الوكيل هادشي اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.